أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة الجديدة من بيت الكل. في هذه الحلقة الخاصة لابد من إجابة على السؤال الكبير: ماذا يعني العمر وخاصة بعد 60؟ دعوني في البداية أرحب بزميلتي شافكي ولانا. أهلا، مساء الخير يا خالد. أمام تحدي طبعاً. بصراحة اليوم لأن أمام نموذج، ضيفتنا بعد قليل هي نموذج بالفعل، لكن بضل الرهان لمن الغلبة راح تكون في نهاية التحدي، للتحدي للصبر للإصرار أم للنقيض تماما. صح، النقيض تماما. يعني إحنا بنحكي عن العمر وأحيانا الإنسان وبين وبينك بخوف الحكي عن العمر والله. لا 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 يا خالد. شوف، العمر هو رقم أنا بعتبره، يعني وما بعرف كيف أراءكم فيه، لأنه إحنا إذا شفنا في الحياة منشوف ناس أحيانا بعمر 30 وبعمر 40، لكن بتشعر حتى في طبوغرافية جسدهم وفكرهم وروحهم وتفكيرهم شيخوخة. هم شيخوخة وهم مسنون، لكن أحيانا بنشوف كبار في العمر. أنا كتير بنبسط، أنا دائما مع إنه على سبيل المثال بالتحديد السيدة الكبيرة المسنة هي كبيرة في وقارها، لكن تحافظ على هذا الوقار بفكرها وبروحها وبعلمها وبتفاعلها مع الحياة. يعني صحيح، أنا كمان بتفق جدا. يعني دايما بشوف فكرة إنه المسن ما بقتيش تقدري تحدديه على مستوى العالم. بالضبط، لأنه كمان على مستوى العالم بقت درجة التقاعد مختلفة من دولة للتانية، لأن هما كمان الإنسان اللي عايش الحياة الحديثة دلوقتي مع التقدم بقى شكله كمان أصغر. يعني زمان كنت تشوفي تقولي فلان ده عنده كم سنة كان يبان كبير، دلوقتي لا، ما بقتيش تقدري تحددي الأعمار عاملة إزاي. بوافق جدا كلامك يا لانا بإنه لا، العمر يعني كلنا عارفينه، بس لو أنا هعيش بالعمر يبقى هرجع خطوات ورا وهبقى دايما مترددة وقلقانة أنا كبرت أنا كفاية كده. لكن لو أنا عشت إنه صحتي كويسة، إني أقدر أعمل اللي أقدر أعمله، إن الإرادة ممكن تبقى موجودة، وأنا بشوف إن الإرادة دي هي العنوان ولا إيه؟ هو بصراحة شافك، يعني التطور اللي حاصل في مجمل مختلف مناحي الحياة أعتقد إنه حررنا، برغم يعني بغض النظر عن العمر، حتى كبار السن حررهم من الكثير من اللي فرضتوا علينا التقاليد العمر، إنه أنا خلاص عاد 60 عيب كذا مش عارف إيش كذا لازم فتحت هذا السقف بنبدأ نستسلم لمقولة الشيخوخة وإنه إحنا طلعنا معاش. بالعكس، وراحت عليهم الدراسات، الدراسات كلها بتأكد إنه النضوج والعطاء يبدأ بعد سن 60. صحيح، يمكن. وده اللي بيبان في الرحلات السياحية. يعني كتير تلاقي إنه بعد 60 مثلا أوروبيين بيدخر كل الأموال عشان بعد 60 بقى ما عندوش مسؤوليات، عايز يستمتع. لا، ويبدأ مرحلة استكشاف. أنا علشان هيك يمكن إحنا فعلا، أنا إذا بدنا نسمي حلقتنا لليوم هي بعد ما يشوفوا المشاهدين من ضيفتنا، هي عنوانها الإرادة. صحيح، وعنوانها الإيمان بالله عز وجل. طيب، لأنه إذا في إيمان داخلي، على فكرة الإيمان بيعطي طاقة. طيب، وبيعطي قوة. المصاعب أكيد كلنا بنواجه مصاعب بدرجات. صحيح، لكن في منا مين بيستسلم للعمر وفي لا. لكن أنا تعقيبا على كلام خالد بأنه الآن يمكن الحياة خلت الأشخاص على سبيل المثال في عمر 60 تتفرج عليهم وكأنهم في عمر 40 لسبب. صح، أولاً بأنه الحياة أو العالم الطب والصحة تطور، وسائل الترفيه في الحياة أصبحت موجودة، وبالتالي الآن بضل على الشخص نفسه كيف يستخدم ويستفيد منها قدر الإمكان، وكيف يلعب على دور الصحة ويدير باله على صحته. طبعاً، وعلى فكره هو أكيد لازم ياخد باله من صحته مهما كان العمر إيه، لأنه هو ده المفتاح. وكمان معاه مفتاح تاني، هو مفتاح راحة البال والرضا، انك تبقى دايما راضي ومتفائل محب للناس. اعتقد دي اكبر طاقه. عموما حلقتنا النهارده هي هتكون مثال للناس، حلقه بيت للكل النهارده الحقيقه ان شاء الله هتستمتعوا بيها، لانه السيده اللي هتكون ضيفه بيت للكل واللي خصناها، اتمنى ان انتوا تستمتعوا بالتفاصيل، عاشت ازاي، تجربتها ايه، بدات التعليم امتى، توقفت ازاي، عندها ايضا تجارب مع المرض الخبيث مرتين، رحله تستحق الحقيقه المتابعه والتفاصيل. الاستاذه امال اسماعيل. من هي الأستاذة أمال إسماعيل؟ وهي أول باحثة ودارسة للماجستير في عمر 81 عام.
ما هو المشوار؟ تابعوا معنا في بيت للكل.